بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم الصف الرابع الابتدائي، استكملوا سويا يا أبناء الأعزاء شرح دروس مادة الحديث والسيرة. الدرس الثامن، سلام النبي صلى الله عليه وسلم. تمهيد: السلام كما تعلمون يا أبناء الأعزاء اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، جعله الله تحية بين المسلمين. لماذا يا شباب؟ أحسنتم، لكي يزداد التعارف والألفة بين الإخوان المسلمين، فيحيي بعضهم بعضا بالسلام. فلو قلت لإنسان السلام عليكم، فمعنى أنك تسأل الله تعالى أن يسلمه من الآفات الحسية والمعنوية. فالسلامة الحسية هي سلامة البدن والعرض والمال، والسلامة المعنوية هي سلامة الدين من الآفات. فما هدي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبناء الأعزاء في السلام؟ نتعرف في هذا الدرس بإذن الله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم للفظ السلام، والجزاء والثواب المترتب على هذا اللفظ العظيم. أتعرف على سلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما لفظ السلام الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم به؟ السلام عليكم، كما ترون في هذا الشكل يا أبناء الأعزاء. إذا قلت السلام عليكم تأخذ كم حسنة؟ أحسنتم، 10 حسنات. إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله تأخذ حسنت، 20 حسنة. وإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تأخذ كم؟ أحسنتم، تأخذ 30 حسنة. زين يا أبناء الأعزاء، دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه عليه الصلاة والسلام وقال 10، يعني ثواب السلام عليكم 10 حسنات. ودخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه عليه الصلاة والسلام 20. ودخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه صلى الله عليه وسلم وقال 30. هذا يا ابناء الأعزاء جزاء وثواب قول السلام. إذا قلت السلام عليكم تأخذ 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله تأخذ 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تأخذ كم؟ أحسنتم، 30 حسنة. والأحسن والأفضل يا ابناء الأعزاء أن يكون السلام كامل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تأخذ الأجر كامل وهو 30 حسنة. ننتقل بعد إلى الصفحة التالية يا ابناء الأعزاء. ما صفة سلامه صلى الله عليه وسلم؟ كان يبدأ من لقيه بالسلام ولو كان صبيا، أي أحد كان يقابل النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان صبيا صغيرا، كان النبي يلقي عليه السلام كامل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا يدل على مدى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الصغير. كان عليه السلام يصافح أصحابه، وإذا صافح أحدا لم يترك يده حتى يترك الآخر يده. هذا يدل على مدى تواضع النبي كذلك، إذا صاف أحد لا يترك يد صاحبه إلا الصاحب والذي يترك يد النبي الأول. كان صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالسلام، صوت عندما تدخل على أحد يجب عليك أن صوته مرتفع، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام كامل بصوته مرتفع. لم يكن هناك من يتضرر برفع الصوت إلا من يتضرر شوي، إلا النائم كالنائم. روي المقداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيء من الليل، يعني جاء في وقت متأخر من الليل، فيسلم تسليما لا يقظ نائما، يعني وجد أحد فيها ولا يسمع اليقظان، يعني جاء أحد في آخر الليل متأخر لا يلقي السلام إلا بصوت خفيف، لأن أكيد بيكون في أحد نائم في الغرفة، فيلقي السلام بصوت خفيف، يسلم تسليما لا يقظ نائما ولا يسمع اليقظان، يعني بصوت خفيف. ننتقل بعد ذلك أبناء الأعزاء إلى مواضيع السلام كما نعلمها جيدا. عند الدخول، تدخل إيه عند الدخول؟ ندخل على أبيك، على عمك، على خالك، على أحد أقاربك، لازم عليك أن تلقي السلام. عند الانصراف،
خلصت المجلس حقك، خلصت الكلام، ايه تبي تريد ان تخرج من البيت او تخرج من الغرفة، وايه كان يجلس معك جماعة، يجب عليك ان وانت خارج تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى عند الانصراف، عند مقابلة احد، عندما تقابل اي احد، صبي، فتى، رجل، شيبة، اي احد من اقاربك، اي احد من اصدقائك، احد لا تعرفه، تلقي السلام كامل. عند الاتصال بالهاتف، عندما تتصل، عندما تهاتف اي احد، يجب عليك اول ما تبدا تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لابد ان تلقي تحيه الاسلام كامل. عند كتابه الرسائل، عندما تكتب رساله او مقال او برقيه لاي احد من اقاربك او جيرانك او اي حد صديق مسافر، لابد ان تبدا عنوان الرساله اعلى بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما تلقي تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تبدأ بإلقاء تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتقل بعد ذلك يا أبناء الأعزاء إلى فكر. إذا صافح النبي صلى الله عليه وسلم أحدا فلا يترك يده حتى يتركها الآخر، فعلامة يدل ذلك، علامة يدل ذلك يا أبناء الأعزاء، هيا ممتازون يا أبطال، يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغير والكبير، يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغير ومع الكبير. ننتقل بعد ذلك إلى ماذا تعلمنا من هذا الدرس. تعلمت أن لفظ السلام الكامل هو، هيا يا أبطال ممتازون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تأخذ كم حسنة؟ 30 حسنة، بارك الله فيك. أن النبي كذلك كان يبدأ من لقيه بالسلام، مش النبي ينتظر ان احد يلقى عليه، لا، هو يبدا اول، يدل على مدى تواضع النبي مع الصغير ومع الكبير. من وضع السلام كما كنا عند الدخول وعند الخروج وعند كتابه الرسائل وعند الاتصال بالهاتف. ننتقل بعد ذلك ابناء الاعزاء الى تقويم درسنا. اختار الاجابه الصحيحه بوضع علامه الصح فيما يلي: لفظ السلام الوارد على النبي صباح الخير، مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد أحسنتم يا أبطال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تأخذوا 30 حسنة. أجر من قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هيا 30، 10، 20، أحسنتم يا أبطال، 30 حسنة. ننتقل إلى السؤال الثاني، أعلل لما يلي: كان النبي لا يرفع صوته بالسلام إذا كان عنده أحد نائم، لماذا؟ حتى لا يوقظ هذا النائم، حتى لا يوقظ هذا النائم. ب: كان النبي يبدأ بالسلام عند الدخول، لماذا؟ لأن هذا عند الدخول، لأن عند الدخول يا أبطال من مواضع السلام، لأن من الدخول من مواضع السلام، فكان يلقي النبي صلى الله عليه وسلم السلام، لأن هذا يجب عليك عند الدخول، وهذا يعد من مواضع السلام، أنك عندما تدخل أي أحد يجب عليك أن تلقي عليه تحية الإسلام. س3، أبين المواضع التي يشرع فيها السلام، كما كنا يا أبناء الأعزاء عند الدخول، الثاني عند الانصراف، الثالث عند مقابلة أحد، الرابع عند الاتصال بالهاتف، الخامس عند كتابة الرسائل. وهنا إلى هنا يا أبناء الأعزاء ينتهي درسنا، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.